فكرة عن الاستظلام والدعاء. طبعا اليوم بناء على توجيهات القيادة الرشيدة تم إرسال طائرة أخرى تحمل 50 طن من المواد الطبية الضرورية واللازمة لدعم الأشقاء في السودان. سيستفيد منها قرابة 275,000 شخص. طبعا هاي الطائرة الرابعة تم تحريك سابقا طائرات، طائرة لتشاد لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد، بالإضافة طائرتان بالأمس كانت غذائية وطبية بالتعاون مع نظمة التعاون نظمة الصحة العالمية. الأدوية الحالية تم إرسالها طبعا هي متعلقة بعناية الجروح ومعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات هذه الطوارئ، وأيضا عناصر الأدوية الاستهلاكية الطبية، وكذلك أدوية تستخدم على نطاق واسع مثل المضادات ومضادات الالتهاب والحيوية، بالإضافة إلى أدوية داء السكري والأنسولين. هذا هو طبعا جسر جوي ستقوم به دولة الإمارات بدعم الأشقاء في السودان عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات طبية وغذائية ومراقبة الوضع الإنساني في السودان، لدعم خاصة المستشفيات التي خرجت كثير منها من الخدمة جراء طبعا نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، سوف تقدمها دولة الإمارات، بالإضافة دعم الأشقاء بتوفير السلال الغذائية أول بأول.